عبر طريق معبد مفتوح تفتح ولاية عامة أكفها لعشاق الجمال الطبيعي في لوحة اكتست فيها حبات الرمل بياض الغطاء. بوابة الصحراء راك تشوفي الرملة مع الثلج، راك تشوفي خرجنا العائلة هنايا خويا فوا يشوف الثلج. ماما نادي هذه أول مرة نشوف تجي نشوف هنا الثلج في الصحراء ولا صافي بليزير. والله والله صافي بليزير، نخرجوا هكا شويه، رحنا للقصور هذوك تاع شلاله ليه وانا بروفيتي ان تي بو. خرجنا لي فامي اليوم باسكو راه كاين الثلج في الطريق، دونك ما كاش في الطريق لقيتو الثلج ما كاش مغلوق، ما كاش مغلوق راه مليحه بو مومون. من حتى للنعامه راه كاين الطريق مفتوحه. غير العام هذا شفنا الثلج في النعامه، امال فين نجيو بصح ما كاش الثلج في النعامه. جيتو لاباسكم الطريق مش مغلوقه عادي؟ ما كاش مليحه، يسمع حاجه نمشيو حبه حبه وخلاص. ومن جبال بودرقة وكسال بولاية البيض تتراءى لك مناظر ولا أروع جمعت بين الجمال والأمان بعدم تسجيل أي تدخلات لوحدات الحماية المدنية بكلتا الولايتين. تساقط خفيف لتولوج، لم يسبب هذا التساقط لم يسبب أي انغلاق للطرقات، جميع الطرقات مفتوحة، التدخلات كانت عادية بالنسبة لجميع التدخلات روتينية إجلاء صحي فقط، لم نسجل أي تدخلات فيما يخص تولوج أو ما شابه. هي النعامة ترتدي الرداء الأبيض في استبشار لأهلها بالخير كله في صور للاستمتاع والفرجة، هي تأشيرة من الجزائر للعالم كوجهة سياحية شتوية بامتياز، والنعامة تضمن فرجة في ذلك.